وفي بعض الأحيان يكون التعافي من إصابة خطرة مقلق للجسم كما هو للعقل. فبعد ابتعاده لفترة 7 أشهر عن الملاعب قضى بعضها للعلاج في قطر. هذا لاعب الوسط عدلان قديورة للمشاركة في الإثارة مع فريقه. التقينا باللاعب خلال معسكر تمرين فريق وولز في إنجلترا. ماذا قال؟ كانت هذه هي الإصابة التي حطمت آمال لاعب ولفرهامبتون واندرز الجزائري عدلان قديورة في بداية هذا الموسم. إلى أن قديورة يمر الآن بمرحلة إعادة التأهيل بعد فترة الشفاء الطويلة التي دامت ما يقارب 4 أشهر والتدرب من جديد في محاولة للوصول إلى المستوى العالي من اللياقة البدنية التي يطلبه الدوري الممتاز. هذه هي أول مرة أصاب بإصابة كهذه. فمنذ أن كنت صغيرا لم أقف عن لعب كرة القدم لأكثر من 3 أشهر. أنا أشعر بالحماس وأنتظر عودتي إلى الملعب بفارغ الصبر، وهدفي الأول هو أن أرجع للعب بكامل لياقتي البدنية ولا أستعجل بذلك حتى لا أطيل عملية الشفاء. وبالإضافة إلى التدريبات المكثفة التي يقوم بها قديورة مع ناديه ولفرهامبتون، سافر عدلان إلى دولة قطر مؤخرا لمتابعة عملية إعادة تأهيل في مركز البيطال لإعادة تأهيل الرياضيين المحترفين. وكان قديورة سعيدا بالوقت الذي قضاه في قطر. كانت عملية إعادة التأهيل في قطر جيدة، فهم يملكون كادرا من أفضل الجراحين وأطباء العلاج الطبيعي في العالم، بالإضافة إلى أحدث التجهيزات. وكانت هذه أول مرة أرى تجهيزات بهذه المستوى العالي، وكان من الجيد أن أذهب خارج إنجلترا للعلاج. فعندما تعاني من إصابة تحتاج فترة طويلة للشفاء، فمن الجيد أن تسافر وتمر في فترة نقاهة وربما تزور عائلتك. يقوم الفريق الطبي في وولفز بمتابعة عملية شفاء عدلان، ويتم ذلك من ناحيتين. الأولى هي الجانب الطبي للإصابة وما تحتاجه الإصابة للشفاء، والجانب النفسي لاستعادة تركيز وثقة اللاعب عندما يعود إلى أرض الملعب. كان واضح من البداية أنها إصابة خطرة، فأي نوع من الكسور يحتاج إلى فترة راحة تدوم لمدة 2 شهر على الأقل، كما هو الحال في إصابة عدلان. ولذلك السبب يقوم اللاعب المصاب بتمرينات للنصف الأعلى من الجسد والعضلات المتواجدة حول منطقة الإصابة لمحافظة على لياقة الجسم بدون إزعاج الإصابة وإطالة فترة شفائها. عندما تعاني من إصابة كهذه تتطلب فترة راحة طويلة. عضلات الجسم تبدأ بالتبدد، فيجب عليك أن تقوم بإعادة بناء وتقوية عضلاتك، وإن لم تقم بذلك فستواجه صعوبات عدة عندما ترجع إلى أرض الملعب وتعاني من اختلال في توازنك عندما تلعب. وبالرغم من معاناة قديورة من شبح الإصابة في بداية الموسم، إلا أن الجميع كان يحمل آمالا كبيرة له، ويبقى عدلان ملتزما ومصمما على العودة والانضمام إلى الفريق الأول بأسرع وقت ممكن حتى يساعد ناديه في الخروج من منطقة الخطر في لائحة الترتيب. أعتبر الفريق كعائلة لي، وعندما أتابعهم أشعر بالإحباط لعدم مقدرتي على مساعدتهم، لكن الإصابة جزء من كرة القدم، ويجب علي أن أحافظ على حماسي للمباراة الأولى التي سألعبها بعد عودتي مع وولفز.